رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية ويصدر قرارات جديدة لجذب الاستثمارات. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة النووية، وواشنطن تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح بالمنطقة. تايوان تؤكد أن التهديد الصيني بشأنها لم يتراجع وتنفي نيتها للتصعيد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم بمقرها بمدينة العالمين الجديدة بالإشادة بالجهود التي قام بها السيد الرئيس السيسي والجهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس السيسي مع طلاب الكلية الحربية وأهمية تلك اللقاءات في توجيه الرسائل الهامة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل. هذا ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلة جديدة للمستثمرين. وفي إطار نشاطه اليوم، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع المبدئي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناي السخنة والدخيلة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة هاتشسون. وأكد مدبولي أنه رغم الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية، إلا أن الدولة لم تتوقف عن بذل الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها لتكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. في شأن آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها السيد الرئيس. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات حتى الآن لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة الجديدة، سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، أو المبلغ الإضافي لمدة 6 أشهر على بطاقات التمويل للأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك آليات توزيع مليوني كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة. هذا وقد وجه مدبولي بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء. أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اتصالا مرئيا بمبعوث المناخ الصيني شي شينهوا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد حافظ أن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذي جمع الجانبين في مايو الماضي، كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة
27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نحو يسهم في خروج مؤتمر كوب 27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 73 طن. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط أكثر من 115.5 طن أقمح محلية. ولازلنا مع جهود وزارة الداخلية، حيث واصلت أجهزتها التصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول، فضلا عن ضبط سلع منتهية الصلاحية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 21 طن ونصف دقيق غير معلن عن أسعارها. قام مسؤول مخبزين بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق، وتمكنت من ضبط أكثر من 48 طن سكر ومكرونة وأرز ودقيق معبأة داخل شكائر غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي 4 مخازن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والقاهرة والقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت في ضبط قرابة 46 طن أقماح محلية محظور تداولها بدون تصريح. قام مالكو 4 مخازن لتجارة الحبوب والأعلاف بالمنيا وسوهاج ومطروح بحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط 20 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية في ضبط 31 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بسوهاج، وتمكنت من ضبط 18 طن دواجن ولحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بالجيزة، وضبط 25 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالبحيرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية. الإدارة تمكنت من ضبط 91 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والغربية، وتمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. كما نجحت في ضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالجيزة.
في العراق، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية الحفاظ على النظام الديمقراطي وضرورة التصحيح إذا كانت هناك مسارات خاطئة. وفي كلمة له قال الكاظمي إن هناك أطراف تحول الصراع تجاه الحكومة دائما، مشيرا إلى أنه مستعد لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة. ويخطر من يعتقد أنها الحكومة تعمل على توريط أو توتير الأجواء خطانين. نحن قلنا من اليوم الأول نحن مستعدين لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة يتفق بها الكتل السياسية جاهزين. أما الحديث أن الحكومة تعمل أو رئيس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل أو حل حتى يبقى، من يقبل اللي يبقى بهذه الظروف الصعبة؟ هي القصة مو قصة منصب، القصة قصة نجاح. أما نقبل نكون ناجحين ونقبل التحدي أو بكل تأكيد على الكتل السياسية أن تقوم بدورها بإيجاد حل لهذا الانسداد لكي ننطلق نحو عراق مشرق، عراق في فرصة للأمل. ويجب أن نكون متفائلين ويجب أن نؤمن أنه لا حل إلا بالحوار. على جانب آخر، وجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد قادة العمليات والفرق بالابتعاد عن الصراعات السياسية وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع وأن لا يركنوا إلى جهة ضد أخرى. وأوضح عناد في بيان صدر عقب اجتماع مع القادة أن واجب الجيش العراقي المقدس هو حماية الوطن، وجدد عناد تأكيده عدم الانجرار وراء الفتنة والتصرف بحكمة وحيادية. إلى لبنان، حيث انتهى احتجاز الرهائن في أحد بنوك العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن وافقت السلطات على منح مسلح اللبناني جزءا من أمواله المجمدة في البنك مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الستة. أوضح مصدر أمني لبناني أن أحد الأشخاص ويدعى بسام حسين دخل فرع بنك فيدرالي اللبناني في حي الحمرة بغرب بيروت بسلاح ناري وطلب أمواله التي تبلغ أكثر من 200,000 دولار قبل أن ينتهي من احتجاز الرهائن، عندما وافق البنك على منحه نحو 30,000 دولار. وفي السودان، أيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو استكمال اتفاقية السلام المنشطة موقعة بجنوب السودان التي بموجبها اتفقت أطراف الاتفاقية على تمديد الفترة الانتقالية ل24 شهرا تسريع اعتبارا من فبراير العام المقبل. وأوضح دقلو أن خارطة الطريق تمت بعد موافقة جميع الأطراف وفقا لجداول زمنية محددة. الآن في جنوب السودان أن احنا كناس من ضمن الضامنين أن احنا من أيد خارطة الطريق، والكويس في خارطة الطريق أنه هي خارطة الطريق عندها جداول للاتفاقيات الشيء تم، وبرضه الاتفاق ده تم يعني من كل الأطراف، أطراف تم بالوفاق من كل الأطراف الاتفاق، فما طالوا هم وصلوا لخارطة الطريق وشيء متفق عليه ان احنا ما عندنا الا نأيد ونبارك. شدد المبعوث الأوكراني للشرق الأوسط ماكسيم صبحة على أن أوكرانيا تشارك جامعة الدول العربية مقاربتها ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وجه صبحة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الشكر للبلدان العربية كافة على دعمها لأوكرانيا في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، معربا عن أمله بأن يستمر هذا التعاون في أجواء مفعمة بروح المودة والتفاهم فيما يخص العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة. تشاطر أوكرانيا جامعة الدول العربية مقارباتها ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
التي تملي علينا ضرورة التنسيق المتواصل من أجل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً. وفي هذا السياق أود أن أشكر البلدان العربية كافة على دعمها لأوكرانيا في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كما أنني آمل بأن يستمر هذا التعاون في أجواء مفعمة بروح المودة والتفاهم فيما يخص العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة. اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بقصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية من جديد. في المقابل قالت كييف إن موسكو نفذت اليوم قصفا جديدا في محيط المحطة النووية الأكبر في أوروبا، موضحة أن عدة أجهزة استشعار للإشعاعات تضررت عقب القصف. وشددت كييف على أن الوضع يزداد سوءا، مؤكدة أن هناك مواد مشعة موجودة في مكان قريب. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه يمكن لروسيا أن تتسبب في أكبر حادث إشعاعي في التاريخ في محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وفي كلمة له أضاف زيلنسكي أن عواقب الحوادث في زابوريجيا يمكن أن تكون أكثر كارثية مما حدث في تشيرنوبيل، بما يشبه استخدام الأسلحة النووية ولكن بدون ضربة نووية. من جانبه دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إلى إرسال وفد من خبراء أمميين تقنيين وعسكريين إلى زابوريجيا لتقييم التهديد ضد المحطة النووية. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال كوليبا إن روسيا تعارض كامل أوروبا للخطر بتحويل محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا إلى قاعدة عسكرية، لافتا إلى ضرورة سماح روسيا بوصول بعثة دولية إلى المحطة في حال لم يكن لدى موسكو ما تخفيه بحسب تعبيره. إلى ذلك قالت الإدارة العسكرية والمدنية الروسية إن مستوى الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية طبيعي. إلى هذا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر حدوث أي ضرر محتمل لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الأوكرانية أو أي منشآت نووية أخرى. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا وسماح للوكالة الدولية للطاقة النووية بوصول فوري وآمن وغير مقيد إلى موقع المحطة، مناشدا جميع المعنيين بالتحلي بضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض سلامة المدنيين للخطر. دعت الولايات المتحدة روسيا إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا التي تعرضت لقصف جديد. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول، مضيفا أن الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. أعلنت بريطانيا إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق وقادرة على إصابة أهداف على مدى 80 كيلومترا. وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن هذا الدعم العسكري سيمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة بعيدة المدى. كما أوضح أن استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعد رسالة مفادها أن لندن ستواصل الدعم العسكري لكييف للدفاع عن نفسها.
أعلن وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف عن تعهد مجموعة تضم 26 دولة بتقديم مساعدات بأكثر من 1.5 مليار يورو لأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية. إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي إيصال 66224 طن من المساعدات العينية المنقذة للحياة إلى أوكرانيا من خلال 30 دولة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد. وأوضح التكتل الأوروبي أن المساعدات تشمل 180 سيارة إسعاف و125 عربة إطفاء و300 مولد كهرباء و35 مركبة آلية ثقيلة وأربعة جسور عائمة. هذا وقد تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخر مغادرة سفينة حبوب ميناء تشيرنومارسك الأوكراني بموجب الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا بواسطة الأمم المتحدة. وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بمغادرة 12 سفينة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ الأول من أغسطس، وتم التوصل إلى الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعة في أجزاء من العالم. أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده يجب عليها تحقيق الاستفادة القصوى من الموانئ الروسية لتصدير البضائع المحلية. وقال الرئيس البيلاروسي خلال اجتماع لمناقشة إنشاء مرافق ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية إن بلاده لم يكن لديها الوقت لانتظار بناء بنية تحتية معينة، مؤكدا الحاجة القصوى للاستفادة من الموانئ الروسية لشحن البضائع. أعربت السفارة الروسية في كوبنهاجن عن معارضتها الشديدة لإعلان الدنمارك عن تولي 130 مدربا عسكريا دنماركيا تدريب جنود أوكرانيين في المملكة المتحدة. وقال السفير الروسي لدى الدنمارك إن مشاركة الدنمارك في التدريب سيعرض السلام للخطر. أكدت الصين أنها لن تساوم على مصالحها الأساسية مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وونغ بين إنه لا يوجد منتصرون في الحرب التجارية، مضيفا أن الانتهاء الفوري للرسوم المفروضة على الصين سيفيد كلا البلدين والعالم. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التراجع في سوق العمل، فيما يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إبطاء الطلب للمساعدة في كبح التضخم. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 14,000 إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية والتي بلغت 262,000 في الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس. ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 300,000 والذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس في سوق العمل. وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني من نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة في عامين، وتراجع الإنفاق التجاري. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز عدم تخلي حكومته عن المواطنين أو تركهم يعانون من البرد القارس أو غير قادرين على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، لكنه أقر بأن ألمانيا تواجه تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة المواطنين على تجاوز هذا الوقت الصعب. وأشار المستشار الألماني إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية بالفعل لتخفيف المصاعب المالية على المواطنين وتأمين إمدادات طاقة بديلة لتحل محل النفط والفحم والغاز الروسي.
أظهر مسح رسمي في بريطانيا أن 1% فقط من الشركات البريطانية عرضت على موظفيها مدفوعات تكلفة المعيشة لمرة واحدة، وهو أمر اعتبره بنك إنجلترا مؤخرا خطرا صعوديا لضغط التضخم. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن 5.5% من الشركات التي توظف أكثر من 250 موظفا قد عرضت مثل هذه المدفوعات في الأشهر الثلاثة التي سبقت منتصف يوليو الماضي. أفادت مسؤولة في شركة طاقة بنتشيك بأن استئناف إمدادات النفط من روسيا إلى براغ عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروغبا قد يحدث خلال الأيام المقبلة. وقالت بتسوفا إن إمدادات النفط من روسيا تتوقف على وقت دفعها حيث تجرى المفاوضات بشأن هذا الأمر. وكانت الإمدادات قد توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. قالت رئيسة تايوان ساي إينغ وين إن التهديد الصيني بشأن الجزيرة لم يتراجع، مشددة على أن تايبيه لن تصاعد الصراع أو تثير النزاعات. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية التايوانية رفض تايبيه نموذج بلد واحد ونظامين الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع، مشددا على أن شعب تايوان وحده هو من يملك حق تقرير مصيره. وأضافت الوزارة أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كذريعة لخلق وضع جديد. أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بالذخيرة الحية أطلقت خلالها القوات قذائف مدفعية. يأتي ذلك بعد إنهاء الصين مناورة عسكرية تعد الأكبر حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. بالذخيرة الحية أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. بحسب المتحدث باسم الفيلق السامي بالجيش التايواني، فإن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية. المسؤول العسكري التايواني أكد أن بلاده لديها هدفان لهذه التدريبات: ضمان الحالة الجيدة للمدفعية وصيانتها بشكل جيد، وتأكيد نتائج تدريبات عسكرية جرت العام الماضي. وتأتي التدريبات التايوانية بعد يومين من إجرائها بالفعل لتدريبات عسكرية في بينغ تونغ، حيث أعلن الجيش أن مئات الجنود شاركوا في جولتي المناورات. ورغم ذلك قللت السلطات التايوانية من أهمية هذه التدريبات، إذ أكدت أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل رداً على مناورات الصين. التوتر جاء بعد غضب صيني أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي. ورداً على الزيارة أجرت مناورات جوية وبحرية استمرت أياماً حول الجزيرة. في المقابل أعلنت بكين فور انتهاء مناوراتها أن قواتها نفذت مهاماً مختلفة في مضيق تايوان، كما تعهدت في وقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها، إلا أنها أكدت أيضاً في البيان نفسه أنها ستواصل إجراء تدريبات عسكرية. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بعد رصدها تفشيا جديدا لكورونا، الهند تعيد إلزامية الكمامة في العاصمة نيودلهي. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى رواندا والتقى الرئيس الرواندي بول كاغامي. وتعد الزيارة المحطة الأخيرة في جولة بلينكن الإفريقية التي شملت 3 دول، والتي استهدفت صيغة استراتيجية واشنطن الجديدة للتعامل مع دول إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارهم شركاء متساوين. Thank you.
أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن دورية الطرق السريعة بأوهايو اشتبهت في سيارة بالقرب من المكتب، ما دفعهم لمطاردته والاشتباك معه دون وقوع إصابات ليلوذ المسلح بالفرار. والآن نتحول إلى كلمة مندوب روسيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في مجمع الطاقة النووية في زابوريجيا بأوكرانيا. سيقر الأمين العام بمسؤوليته ولن يجعل أي إدارة تعوق هذه البعثة. من جانبنا نحن على استعداد لتقديم المساعدة لحل كل المسائل التنظيمية، ونعتبر أنه من المبرر بالنسبة إلى ممثلي الوكالة أن يزوروا محطة زابوريجيا في أقرب فرصة وقبل نهاية أب أغسطس، ولكن ليس ذلك رهن بنا، فما من ضمانات بأن الزيارة ستحصل، ويصعب علينا أن نعرف ما الذي يتم طبخه من جانب القيادات الأوكرانية التي تشن ضربات على المحطة النووية منذ أيام، بالرغم من أن الأمين العام وصف أي اعتداء على أنه انتحاري. نحن نعتقد أنه من غير المقبول أن تحصل بعثة الوكالة في ظروف من القصف المستمر من جانب الأوكرانيين للمحطة وجوارها على كييف أن تكف فورا عن قصف المحطة النووية، وأن تضمن غياب نيتها بأن تهدد حياة الموظفين وصحتهم. ندعو الدول التي تدعم نظام كييف إلى أن تطلب من حلفائها أن يكف فورا أي اعتداء على محطة زابوريجيا والمنطقة السكنية المحاذية، وندعو قيادات الأمم المتحدة والوكالة أن يلعبوا دورا رياديا ويطلعوا بمسؤولياتهم الدولية، وأن يشيروا بوضوح أين هو مصدر سلامة وأمن محطة زابوريجيا، وأعني بذلك الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية، وأن يقولوا للسلطات الأوكرانية أن هذه الاعتداءات غير مسموحة لتجنب كارثة إشعاعية على القارة الأوروبية التي سوف تكون أثارها بعيدة المدى. إذا ما استمرت الاعتداءات الأوكرانية يمكن أن تحصل هذه الكارثة في أي وقت، وعندها خطر التلوث بالإشعاعات سوف يغطي كامل المناطق وصولا إلى فينيتسيا أوبلاست وكذلك إلى دونيتس وأفانسك والمناطق المحاذية بين روسيا وبيلاروسيا، مولدوفا، بلغاريا ورومانيا. وهذا وفقا للسيناريو الأكثر إيجابية، فإن حجم الكارثة النووية في محطة زابوريجيا يصعب تصوره، وتتحمل الجهات الغربية التي تدعم كييف كامل المسؤولية في حال حصل ذلك. أشكر مندوب الاتحاد الروسي على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى مندوب غانا. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أشكر السيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحاطته حول الوضع المقلق في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. المعلومات المقدمة لنا تؤكد مخاوفنا من تزايد خطر حصول حادث نووي ذات نتائج كارثية على حياة البشر والبيئة إذا ما استمر القصف العشوائي لهذه المنشأة. We welcome the public pronouncement of Secretary General Antonio Guterres regarding the rapidly developing grave situation and hereby fully endorses his call for an immediate access. وقع حادث بين قطارين للألعاب خلال إحدى جولات مدينة ملاهي جوزنبرغ لجولاند في جنوب أوكرانيا بعد أن توقف أحدهما فجأة، مما أسفر عن إصابة 34 شخصا. وأوضحت وسائل إعلام ألمانية أن اثنين من المصابين نقلا جوا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، مضيفة أن السلطات نشرت 3 طائرات هليكوبتر في مكان الحادث إلى جانب خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ الخاصة بالمتنزه. عاد
أعادت السلطات الهندية فرض ارتداء الكمامات إلزاميا مرة أخرى بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الهندية نيودلهي. وأكدت السلطات الهندية أنها فرضت غرامة على مواطنيها الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة. وكانت الهند قد سجلت أكثر من 16 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، كما أشارت السلطات إلى أن حالات الوفيات في العاصمة تخطت 2000 حالة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الهند منذ تفشي الجائحة إلى نحو 414 ألف حالة، وذلك بحسب تقديرات غير رسمية. إلى ذلك، أعلنت العديد من الدول الشرق آسيوية تجدد المخاطر في تفشي فيروس كورونا مع تزايد عدد الإصابات في تايلاند. ففي تايلاند تم تسجيل 2316 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، كما حذرت السلطات الصينية من انعكاسات تجدد ظهور الإصابات بفيروس كورونا في دول مجاورة على جهودها للوقاية من كورونا والسيطرة عليها. يبدو أن فيروس كورونا لم يعد تحديا صحيا فحسب، ولم تتوقف تبعاته على انهيار العديد من الأنظمة الصحية، وإنما صار سبباً للخلاف الذي قد يؤدي لتفجر الأوضاع في الشرق الآسيوي الذي صار يمتلك العديد من النقاط المتوترة والساخنة، ولا سيما مع عودة الإصابات. ففي كوريا الشمالية، اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في بلادها، وتوعدتها برد انتقامي. يو يونغ قالت إن هناك أنشطة على الحدود تتحمل مسؤولية انتشار كورونا، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية بحسب تعبيراتها. وتأتي تعليقات يو يونغ مع إعلان الزعيم الكوري الشمالي الانتصار على فيروس كورونا إثر عدم تسجيل إصابات جديدة منذ نحو أسبوعين. وفي الصين، حذرت السلطات من تجدد ظهور الإصابات بفيروس كورونا في دول مجاورة وانعكاسات ذلك على جهودها للوقاية من كورونا والسيطرة عليها. المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية ميفانغ قال إن 9 مناطق على مستوى المقاطعات في الصين أبلغت كل واحدة منها عن حوالي 100 إصابة بكورونا منذ بداية أغسطس الجاري، ونحو 2000 إصابة في هاينان. وقد أضاف المسؤول الصيني أن الحالات المبلغ عنها أخيراً في منطقة التبت ذاتية الحكم تشكل أيضاً خطراً كبيراً، ليبقى كورونا رغم النزاعات هو الخطر الأكبر الذي تواجهه الإنسانية. تمكنت أكثر من 1450 قرية في محافظات الجمهورية من الاستفادة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. ويتم حالياً الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 120 قرية، بما يوفر هذه الخدمة الحضرية لنحو 413 ألف وحدة سكنية في نطاق هذه القرى. كما سيتم البدء في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 783 قرية أخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى، بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة في قرية شفا قارون التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء. وأوضح رئيس الجامعة محمود زكي أن القافلة الطبية الشاملة بقرية شفا قرون بمركز بسيون شهدت تقدم الرعاية الصحية لتقديم الرعاية الصحية إلى 1645 حالة وصرف الدواء بالمجان وتحويل 84 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.
تابع محافظ الغربية طارق رحمي نسب إنهاء الأعمال الجارية بمشروعات قطاع الصحة الجارية تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة، والبالغ عددها 24 مشروعا. وتم إنهاء 7 مشروعات رفع كفاءة بعدد من القرى بالمحافظة، فيما يجرى العمل على 13 مشروعا للتطوير الشامل بنسبة إنجاز تخطت 38%، فضلا عن الاستعداد للبدء في 4 مشروعات أخرى، وذلك بإجمالي التكلفة يبلغ 521 مليون جنيه. والآن وصلنا إلى موعد الأخبار الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين ويسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من تقريره الدوري مقتطفات تنموية، يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية. أشار التقرير إلى إشادة وكالة فيتش العالمية بجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوقعات الوكالة بنمو قطاع البناء والتشييد بمصر بنسبة 11% خلال العام الجاري. كما أشار التقرير إلى تحذير البنك الدولي من الركود الاقتصادي العالمي وأنه هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وتوقعاته بأن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 2.9% مقارنة ب 5.7% العام الماضي. اختتم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جولته الخارجية بهولندا والدنمارك والتي استغرقت 4 أيام. استهدفت الجولة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية بتوقيع اتفاق ثنائي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. خلال لقائه فريق الإدارة العليا بمحطة ماسفلاكت للحاويات بميناء روتردام، استمع ربيع إلى عرض تقديمي من مدير المحطة يان باوزا، تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحدثة، حيث تدار كافة عمليات التداول بأنظمة تكنولوجية متطورة تتيح أداء العمليات ذات الصلة أوتوماتيكياً. أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة أهمية دور المحافظة زراعياً باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجاً للمانجو. وخلال المؤتمر الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولى 2022 الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، دعا محافظ الإسماعيلية جميع المواطنين لحضور فعاليات مهرجان المانجو يومي 19 و20 من أغسطس. من ضمن الأهداف الرئيسية للمؤتمر الترفيه على يعني أهل محافظة الإسماعيلية بالإضافة لزوار الإسماعيلية، فيبقى في كرنفال متحرك ثم عدة أماكن موجودة للجمهور في حديقة نمرة 6 وفي نادي الفيروز وفي حديقة الشيخ زايد وفي نادي السلام وفي أماكن مختلفة من مراكز مدينة الإسماعيلية. هيبقى فيها عروض فنية وهيبقى فيها عرض لمنتجات المانجو المختلفة، وهيبقى الأسعار هي أسعار الجملة اللي موجودة في سوق الجملة في إسماعيلية عشان نقدر نتيح يعني هذا المحصول وهذا المنتج لأهالينا بالكامل في المحافظة والزوار المحافظة من خارج مدينة محافظة الإسماعيلية. إلى البورصة، حيث أنهت البورصة نهاية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى
9988 نقطة، مرتفعا بنسبة 23% نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.25%. وقفز مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي 19.9% للشراء و 19.17% للبيع، بالنسبة لليورو وصل إلى 19.75% 19.84%، الجنيه الإسترليني 23.36% 23.46%، الدرهم الإماراتي 5.19% 5.22%، الريال السعودي 5.8% 5.10%. في أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% ليسجل 1786 دولاراً للأوقية، وذلك من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من دلائل على تراجع التضخم بأكبر اقتصاد في العالم. محلياً انخفضت أسعار الذهب 3 جنيهات ليسجل عيار 18.907 جنيهات للجرام، بالنسبة لعيار 21 وصل إلى 1051 جنيهاً للجرام، عيار 24 وصل إلى 1201 جنيهاً للجرام، أخيراً الجنيه الذهب وصل إلى 8466 جنيهاً. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم بيوليو ارتفع إلى 5.34% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر السابق ارتفع معدل التضخم 32%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة وياسر، إليكما. شكرا لك رغدة أبو ليلى. أعلنت المفوضية الأوروبية إرسال 4 طائرات إطفاء إلى فرنسا للمساهمة في كبح حرائق الغابات التي اندلعت بالبلاد، في حين يتواصل الطقس الحار والجاف بأرجاء القارة الأوروبية. يشار إلى أن الطائرات المتمركزة في السويد واليونان هي جزء من أسطول الاتحاد الأوروبي المعني بالإنقاذ وإطفاء الحرائق، وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مريم غارسيا إن فرق إطفاء من ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا في طريقها لمساعدة الفرق الفرنسية. هذا وتدخل فرنسا هذا الأسبوع في خضم 4 موجة حر تشهدها خلال العام الجاري، بينما تواجه ما قالت الحكومة محذرة إنه أسوأ جفاف في تاريخها. حرائق الغابات أصبحت من العقبات القوية التي تواجه عددا من الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا، حيث تكبد الحكومات الأوروبية خسائر كبيرة. ففي فرنسا تجددت الحرائق جنوب غرب البلاد وبالتحديد في جيروند، مما أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من غابات الصنوبر، وهو الأمر الذي دفع بباريس لطلب المساعدة من إيطاليا والسويد وإرسال طائرات إطفاء لمواجهة الحرائق. وقد لجأت السلطات الفرنسية إلى إجلاء عدد كبير من سكان بلدات هوستن وسان ماجم بسبب شدة الحريق الذي التهمت نيرانه 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيليت، حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو 2000 شخص. جيروند شهدت أيضا في منتصف يوليو الماضي حريقين غير مألوفين، أحدهما في منطقة لانتراس التي تبعد 40 كيلومتر جنوب برودو، والثاني في تيستي ديبوك
في حوض أراكاشون السياحي ودمر مساحات كبيرة من الغابات. فرنسا تعاني مثل باقي دول أوروبا من موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق لغابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية رفع معدلات التعاون بين الدول فيما يتعلق بقضية التغير المناخي من أجل مواجهة تلك الأزمة. والآن مع جولة من الأخبار الرياضية، أخبار المنافسات المختلفة أيضا مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين وياسر عبد الستار. والآن فمع الأخبار الرياضية، أهلا بكم من جديد. فاز الإسماعيلي على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف بالجولة 30 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 36 نقطة بالمركز التاسع، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة بالمركز الثاني عشر. يلتقي أم بي غدا مع البنك الأهلي على ملعب بيتروسبورت بدور 16 من بطولة كأس مصر. كان أم بي قد تأهل للدور الثمن النهائي عقب فوزه على بيروت بسبعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد البنك الأهلي لدور 16 بعد تخطيه عقبة أسوان. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إقالة البوسني وحيد خليلزيتش من قيادة المنتخب الأول. تولى خليلزيتش قيادة المنتخب المغربي عام 2019 حيث خاض 30 مباراة مع الفريق. هذا ويستعد منتخب المغرب لخوض منافسات كأس العالم 2022 حيث يأتي بالمجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا. تأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا تحت 18 عاماً بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 58-50 بالدور ربع النهائي من المسابقة. سوف يلتقي منتخب الشباب في نصف النهائي مع الفائز من مباراة أنغولا والسنغال. تأهل المنتخب الوطني للناشئات لكرة السلة إلى كأس العالم 2023 بعد فوزه على مدغشقر بنتيجة 98-66 بالدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا تحت 18 عاماً. تلتقي ناشئات مصر في نهائي بطولة إفريقيا مع الفائز من مباراة مالي وأنغولا. انطلقت بمحافظة قنا بطولة الجمهورية لقطاع الصعيد بلعبة الكونفو بمشاركة 1200 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية. يشارك بالبطولة العديد من لاعبي منتخب مصر من كافة محافظات الصعيد، كما سيتم اختيار أكفأ اللاعبين لتمثيل مصر داخليا وخارجيا. البطولة دي هيخرج منها عناصر تنضم للمنتخب المصري، بيشترك في البطولة دي 1200 لاعب. ما شاء الله زي ما انتم شايفين البطولة قوية، متوقعين لها النجاح الباهر. منطقة قنا للكونغ فو بالاشتراك وبالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة الكونغ فو بينظم أكبر وأفضل بطولة لقطاعات الجمهورية في هذه الصالة، الصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي. بنلتقي اليوم مع عدد كبير جدا من لعيبه جايين من كل المحافظات. انا شايف ان التنظيم على اعلى مستوى وحاجه مشرفه فعلا لقطاع الصعيد واهل الصعيد كلهم. طبعا البطوله من ضمن المفاجات الجميله جدا ان البطوله في قطاع الصعيد وبرغم من ارتفاع درجه الحراره الا ان العدد اللي فيها تعدى ال 1200 لاعب، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. عندنا بطولة الجمهورية على مستوى قطاع الصعيد وبتضم كل المحافظات من محافظة الفيوم حتى محافظة الأقصر وأسوان. إن شاء الله البطولة دي مش بطولة عادية، البطولة دي هي بطولة هيتم تجميع منها واختيار منها منتخب قطاع الصعيد.
اللي ان شاء الله باذن الله هيكون في لقاءات قريبه مع منتخب مصر، وان شاء الله الفائز في التجارب بين منتخب قطاع الصعيد ومنتخب الاول لمنتخب مصر هيشارك معانا في بطوله العرب القادمه باسم منتخب مصر، وهيشارك معانا في بطوله العالم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى هبة وياسر. إليكم، أشكرك رغدة. تحل اليوم الذكرى 7 لرحيل الفنان نور الشريف الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم. يعد نور الشريف واحدا من أبرز الفنانين في تاريخ مصر والعالم العربي لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما. والآن مع أحوال الطقس مرة أخرى مع الزميلة رغدة أبو ليلى. شكرا لكم هبة حسين وياسر عبد الستار. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-25 الطقس حار، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-26. ننتقل إلى السويس 35-25، العريش 32-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-31، الغردقة 38-30. بالنسبة للأقصر 41-29، أسوان 42-30، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 40-32، أخيرا حلايب 35-29. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. والآن مع أبرز لقطة في هذا اليوم. Thank you.
انتهت إلى هنا مشاهدينا نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية ويصدر قرارات جديدة لجذب الاستثمارات. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة النووية، وواشنطن تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح بمحيطها. تايوان تؤكد أن التهديد الصيني بشأنها لم يتراجع وتنفي نيتها للتصعيد. نهاية النشرة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم والإعلامية شفكي المني. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا ياسر، مساء الخير يا هبة، ودايما متألقين شايفاكم، كنتوا مبسوطين مشهد الكلب في آخر الأخبار والمية والبحر، متدرب جدا يعني. صحيح، في انتعاش. أيوة أيوة، بيحارب الأمواج يعني، صيف بقى وأكيد الدنيا حر يعني. بشكركم، بتمنى لكم دايما التوفيق يعني، يا رب تكونوا بكرة أجازة تاخدوا شوية قسط من الراحة إذا كان أجازة. إن شاء الله، إن شاء الله، بالتوفيق. بتمنى لكم التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة التوفيق. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.